تعال شوفوا عملت ايه ومومو مكبر الموضوع ليه. انا مكبر الموضوع، هاتي عم احكي لهم. لما يكون عندها اصلا الاداه الرياضيه اللي هي بتعمل كده، اللي هي الاسترتش دي، وبعدين تدخل الشاور وتاخد وتاخد بغير يا اختي في ايه بغير تروح تاخدها وتلعب بيها وتخليها لي بالمنظر ده، وبعدين دي عضه مش قطعه، بصوا مش فاهمه عملتها كده ازاي. وبعدين استنوا حطها لي تحت المخده عشان عملت الجريمه ومدرياها، وبقول لها يا مسمس ينفع تعملي كده؟ بتقول لي انا هطلع لك منها حاجتين مفيدين، حاجتين تحفه، ولو عجبوك يا مومو تسامحيني ما تعجبنيش رايكم ايه؟ هنشوف بس الحاجتين الاول. طيب الحاجتين اللي هي حابه تطلعهم، اول حاجه هتطلع فرشه سيليكون لتنظيف الوجه. اولا دي اللوفه دي بتاعت الليفه مومو. اللي هي دي بتاعت مومو ودي بتاعتي. اه بتقولي هتطلع فرشه سيليكون كبيره ليا دي لوش مامي ودي الوش. اشمعنى ليه الوش الكبيره يعني؟ ما اقصدش قصدي يعني عشان انت مامي يعني مامي. مش عشان وش كبير ولا حاجه. لا بحس. طبعا ايه ده امال. يلا بصوا بقى هنقص بقى عشان نعالج طبعا اللي هي عملته. هنعمل فرشه لتنظيف الوش، هشوفهم في الناس تانية يا ماما استني عشان الخطر. هنشوفهم في النهاية، دي أول فرشة المسمس لسه نظبطها. هنشوفهم في النهاية إذا كنت أسامحها على الغلطة الشنيعة الفظيعة اللي هي عملتها دي. على فكرة عادي يعني. لا مش عادي، لو هي مش عندها الحاجة اللي بتعمل بيها كده كنت قلت عادي، قلت غير عادي مرة هوريها لهم كمان. بصوا دي فرشه سيليكون لتنظيف الوجه عند مسمس. تعالوا بقى شوفوا بتاعتي هفخم على بتاعتي بقى. انت مبوظه بتاعتي وعاملها لي كده. لا لا عشان بس وقت يعني الفيديو عملتي لي بتاعتي كده بودنين. بصوا بودنين دي بتاعتي هستخدمها بتاعتي لوجهي. خسرت بيه فحرم عليك. هستخدمها فرشه سيليكون بحط عليها المنظف، وعلى فكره ناعمه مش شايفين؟ ادينا هنجرب. ادي اول فرشتين. الحاجة الثالثة بقى اللي هي بتقول لي هتطلعها لي فرشة يعني تنظيف الميك اب، أداة لتنظيف فرش الميك اب. اه هاتي مثلا دي هننظف بيها فرش الميك اب. يلا نجرب معاكم. حطينا المنظف على الفرشة وهنبلها ونجرب نعملها كده. لا تصوروا طلعت حلوة. حبيت أدخل في الموضوع، حبيت تجرب بالراحة مسمس بس عشان يشوفوا. يلا شايفين تحفه قوي. تعالوا مقلبيها كده شايفين منفت خالص نضيفه قوي حلوه جدا على فكره. يلا تعالوا بقى نقرر دلوقتي حكمت المحكمه على مسمس نحكم عليها بايه. حكمت المحكمه فدورانيا نسامح على المتهمه مسمس على الادوات اللي هي طلعتها من الخساره اللي عملتها دي. طلعت الادتين دول فرشه تنظيف الوجه وفرشه لتنظيف فرش الميك اب. قولوا لنا في الكومنتات اسامحها ولا اعمل ايه؟ سامحوني. يلا